আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবার প্রিয় দিনী ভাই ও বোনেরা কোরআন শরীফের এমন এক আয়াতের আমলের কথা বলছি যে আয়াত পাঠ করলে যে কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি মহান আল্লাহর ফজলে দূর হয়ে যাবে কিতাবের ভিতরে বর্ণিত আছে প্রত্যেক ফজর ও মগরীবের নামাজের পর আয়াতের শেফা একুশ বার করে পাঠ করলে যে কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি মহান আল্লাহর রহমতে

يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شرب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ يخرج من بطونها شرب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شرب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شرب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ يخرج من بطونها شرب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قُل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شرب مختلف الوانه فيه شفاء للناس وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها سَدَبٌ مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مذبت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه الوانه فيه شفاء للناس وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين واذا مرضت فهو يشفين قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء